السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. يا لومي فيكم، سامحوني من البارحة وأنا ما ظهرت لكم، لكن إن شاء الله معاوضني باكر إن شاء الله. أبوي وأنا ساير بغبي شيء خريريفة فنان بتعيبكم. رقم واحد خريريفة عاد من بلاد بعيد، خريريفة ليبية. كان ريت اليوم جايب لكم خريريفة ليبية بعدها عليكم باكر، وأنا إن شاء الله ساير بالطريق جدة أبو ظبي إذا الله جعلنا من حي. الخريريفة الليبية بعنوان خمايم لابسة عمايم، لا تقولون ما قلت لكم، خمايم لابسة عمايم عنوانها. وهي قصة واقعية يعني حقيقية، ما شنك الذيبة ولا من شيء من الخيال، صدقية والله من صدق أرمسكم. إن شاء الله باشي بخبركم بها. طال عماركم الحين نحن سايرين سيتي ووك نتمشى لمدة ساعة وعقب نسير دبي مول إذا الله جعلنا من حي. والله شيء شو بقولكم، يعني شيء خيال. الحين هذا شيء عندهم اندور او دور. الاندور هذا الحين اللي تشوفون هالدنيا كلها، هذا الاندور طال عماركم يعني داخلي مكيف، هذا يعني شرافل شيء سوق مكيف، وخاري الممرات بعد اسواق غير مشهور. وكل هالعرايس وكل هالصور وكل هالدنيا اللي تشوفونهن مجسمات، كل من حلاوه العمر وسناط، كل من حلاوه كلها المجسمات، كلها بوي حلاوة ريج حلاوة، وين ما تصد كل بوي مجسمات من حلاوة. كريم بواجبات هالأصنام كلها ترى من شوكولت، شناط من شوكولت، عقود من شوكولت، مراري اللي تبغى. هالجويتي هاللي تشوفون بعد من حلاوة ملك، ها وهالشنيطة شو بقولكم، ما شاء الله عليك. يا شوكولاته سويسري بالذهب، حلاوه بالذهب، ها هاك الذهب حمر، هذا ذهب الابيض، شوفوا ايه تبي ابوي الاجر. في المحل هذا جامعين جميع البراندات مال الحلاوه اللي في العالم، اشهر محلات براندات في العالم كلهم في محل. شو هذا تشوفونه اطول عني ودي ونص، كل من حلاوه. لا هذا البنادق بصدق، هذا صدق الأستاذ اللي تخدم يعني طباخة الحلاوة، هاي هي اللي تطبخ الحلاوة اللي تخدم الشاكلي بأنواع كل شيء. المحل هذا روحه بوكم يبال 15 يوم ولا يسدني 15 يوم اللي طالع 15 يوم لازم تشتري يسدك يا بوكم الطماشة يوم بتي يسدك الطماشة، شيء جميل وشيء فنان وكل غاوي، حتى اللي يبيعون يشاهدون. البراندات اللي في الدنيا موجودة، وين ما تصدق كل 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 بلاد وحاطين لها يافطة، كل شركة كنا ما أعرف والله ما أدري شو، لكن شيء قالوا لي هذا اسمع اللي ما يعرف بيض الصعو، هذا أبوي يسمونه الأول بيض الصعو، بيض الصعو هذا بيض الصعو اللي تسمعوه ولا تشوفونه، هذا أبوي بيض الصعو. المكان اللي هو يرزع العنوة ويستاهل تصوره وتطمش وتراوي زيد وعبيد تتخقق به بعد، شوفوا هاي لست كم تسوى. أنا ما أتوقع أن هذا محل مع الناس عاديين، مع الحد أبوي من الكمبنية الكبار، وهذا يوم هذا هاي يلستمها وين ما تطلبها مني. وبعد أبوي ما عليك أبوي التي وتتفيزر في هالمكان العود، هاربوك الجلسة فيه روحة تشرح الخاطر وتطول العمر، وتطلب أبوي اللي تبا يابولك إياه مرة. نفس اللي صورت لكم إياه من داخل وساعة ظهر مقفاهن، وهذا حين ويهن فولك الدنياهن وما فضل عنهم شراطة شو العصاجين، هاي العصاجيل والتنورة والمحزم وبي كلها والمرية كلها حلاوة بحلاوة، حتى الكشة حلاوة منفوشة، ظني منفوشة كلونها. والله يوم تمشي في هالمكان غير تحرى عمرك تحلم، غير حلم يا ابوك، ما كنا مكان صدقي والله إن حلم. أنا أول مرة هي يعني المكان هذا، فوايد شكله جميل وفنان ومرتب راقي يستاهل عنوة يرزى من الليل، والمكان وايد فخم وتروم تقضي فيه وقت وايد طويل يعني ساعتين ثلاث يرزى المكان. والمكان وايد يازلي وفنان وغاوي ويرزى العنوة واسميه ما عنده مونه اللي بيظهر فيه عذروب من العذاري. لين امر هالدقيقة من اول ما دخلت لين هالساعة ما شفت حد من هذا من قوم كشرة، حتى الوادم اللي فيه ناس فناني ما شاء الله. اندور او هذا الاندور الحين ها هاي ظهرت الاوت دور، يعني هذا غاوي الحين الوقت هذا يعني براد
لكن أعتقد وقت القيض الحر وايد خارج. أظني وقت القيض خارج ما حد يروم ييلس أكيد ما حد عنوه. لكن ليش أنا أشوف الدنيا أنتو فوق؟ هذا حينه كامل الكبرى ها مركب خيل بلاد من كبرى بلاد. هذا حين نحن ظاهرين ها بلاد أبو الكبرى ويدو يجسم ما بين هن قسمين هذا قسم واحد ودرناها هذا القسم الثاني يظهر بعد بلاد من كبرى. المكان هذا بارك الله فيكم أنا مقترح يعني اللي حيد عمر بتناقم ويا حرمته ويبي يرضيها أجيبها بوي المكان هذا ويكدها ماشي لين هذا هي ويوم انت بتظهر حرمك ابوي من الباركن بتدخل هالمود اكيد بتخطف بك على المحلات وبتكدك كد في المشاري عندكم ابوي وما خفيه كان اعظم. هذا ابوي نحن كنا نمشي من خارج ثلاثي انا متهول وطالع من الداخل انت شفت من داخل يا ابو خميس يا لا والله اللي فنان وزين وبخت عيني ابو كن اللي بي يتمشى ابوي المكان هذا المنع عليه والله ين المنع عليه يلي مي هالمكان ين غلطان ثم غلطان ثم غلطان من حبل المشي لا تقولوا ما قلت لكم يميع المطاعم واللوادم حيا حيا. ابوي كان تبون الصدق بيض الله تويه من امر بالخدمه هاي ومن صمم ومن نفذ حتى الشركه اللي خدمت بيض الله تويه حتى الناس اللي يوم بيض الله تويه. واللي بي هالمكان مستحيل يكون انسان عادي اكرم من انسان عادي لازم ابوي هذا قمه الذوق لان ابوي المكان هذا ابوي ما يون مكان يعني عجيب غريب ما شاء الله تبارك الرحمن كل ما فيه زين والله تقول لك ويهم اللي خدموه هالمكان هالمكان اللي خادمين هالمشروع خادمين بذمه وضمير يعني ما تلقط شيء مخالف كل مرتب كل نظيف وكل فنان وكل منسق. تحيدون مسلسل حريم السلطان ابوي سوى متحف كامل متحف كامل دورين يقول لك له ثلاثة كله عن لبس وعلم وهذاك المدخل مالها هذا المدخل مالها شوفوا هذا المدخل هذا يقول لك المدخل ماله ويخطف بكبوي داخل على الدورين هاي كاملات المجسمات كلها من شمع اللي يقول لك ليه داخل لكن اللبس العثمانيين انزين ويوم بتاخذ لف وبتطمش وين تبغى خلصت وقضيت ومضيت وزرت راسك مره طحنت الحبل في راسك من تخلص ابوي من طحان الحب اللي في راسك كله لفيت الادوار هاي كلها ابوي تروم تنزل تحت بغيت مداخن العثمانيين شيلهم كناديرهم حتى مداخنهم ها تروسهم تيجانهم كل ما فضل عنهم كل موجود كل مداخنهم ومراشهم ودروعهم كل ما فضل عنهم كل شيء ابوي اللي مخلف عليهم هات السنين عرضوا ابوي في دبي يا ابوي اي سلعة في الدنيا العودة ما تمشي في اي مكان من دبي تمشي تطير طيران شو السبب العالم من كل الطبقات موجودة شوفونها فساتين هاي الاقلتين هذا الحمر مال ام السلطان وهذاك اللي رد بخضره مال حرمة الاولية اول حرمة ياخذها زين ويوم تحيدون هاك المثل يقول لكم زعفور خادم وحاطه خدام زعفور استسرها السلطان وخذ لها السويعية هاي شيء السويعية هايج أم السف العريضة هايج أم الخدود سويعية أم الخدود أول سرية للسلطان لبسها هايج السويعية انزين وخد حق أم سريته هاي لعدالها أم الخدود الثانية اللي عليها شي إشارات لشناف هاي عادة حلوم حلوم أم العلوم لما يسمع لما يعرف حلوم العلوم هاي حلوم العلوم رماس رائد شل خراريف وتيب خراريف تحيدونها هاي هي ها لا تقول ما تعرفونها هي بشحمها ولحمها وهذا السلطان بكبره وهذا ابوي اللي يجتلوه نسيت شو اسمه عاده اللي يجتلوه ابراهيم اللي نش ابوي امر عليه السلطان وقال ابوي قص راسه في طرف ورقبته في طرف واشي عليه هاي 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 يده السكر قربلها الله واشت على المؤمن هذا ونش ابوي هذا جبروته وقصبه لو تدرون سر العلاقة بين هذا وبين هذا من استوى مليون سنة وسبت هاي الله أكبر عليها يحبه ويغلي نشوي وزاه أخته ونشت أبوي هايت وقرت له في ذنيه ونش أبوي قصب الرجال وعقب ويسد في الطرف ورأسه في الطرف وقدم من صيد أمس قدم من صيد أمس سار من شي سهله
وماتت ابوي الدنيا كلها من عقبه عند مزرعه وماتت كامله شريته. واسم مزرعته مال الدوطاب، عند مزرعه يسمونها مال الدوطاب، ويبست عن بكره ابيها من مات راعيها. في مال لا يا هالمكان، في مال لا يا هالمكان الغاوي، بيض الله تويه من خدمك وطال عمر من امر بخدمك، الامور كلها طيبه يا حافظ عليه. انزين وحين ابوي اشتلينا علينا الحين فيها السيتي ووك، الحين سايرين دبي مول اذا الله جعلنا من الحين، اظني بيعشونا هناك، العلم عند الله. وحده حينه وحده ولا واحد والله ما ادري، احرف على الحساب مالها مطرش اللي تقول والله بيننا وبين المكان اللي انتم فيه فرت حصالك ما تدينا. وقلت لها ابوي رد بيج على الستوري، والله يبوكم لو اني بيتنا قرب ولا اصبح وامسي في هالمكان، يبقى والله انه ما يشبع من هذا. وبعده هو ما تجر كامل على شيء اماكن بعد ما متجوره يعني خالي، اظني مكانين لو ثلاثه، لكن يزحم العرب اليوم لان جايين مخرين عادي، فيابونا من الباب هذا المدخل السريع وانا باب بلومينج، بس الباجع على الله. يلا بما ان لابسكم زين برويكم عاد هالعقد 10 مليون درهم، شوفوا 10 مليون درهم كان ريته ابوي. عاد ما تنقز الا السمين، ما تنقز الا السمين، مو بيروم ياخذ هذا، ما ابوي الا كان الكمبني العود مره عاده. المطعم اللي بتعشى فيه اسمه كارما، تحيدون اللي في لندن البودابار، ابدا مثله نفس الشيء، لكن عاد انا في خاطري سوشي. تحيدون اول ما دخلنا دبي مول قال لكم وين بنصير نتعشى، المطعم اللي شرات اللي في لندن هم البودابار خبرنكم عنه. سرنا ابوي وتجمعوا الشباب وكل حد عاد قال ابو محمد، كل واحد يبدي رايه. استوى التصويت، طلع الاغلبيه انه ما يبون المكان، ما يازلهم. عقب ابوي ودونا المطعم الاقريقي هذا اللي في دبي مول، اللي وانت اللي عدال النافوره، مطعم اقريقي. name of the restaurant eat greek sir. one time one more eat greek. thank you. you're welcome. انزين الله يسلمكم ابوي. المطعم اليوم للي يحبون الاكل الاقريقي روعه، ما يبغي له كلام. تحيدون هذا الجريك سلات وما جريك سلات، واللحوم عندهم والمشاوي، كل شيء وايد فنان فنان، يعني ما في عيب. المطعم ما في عيب، يعني ما في منقود، مش اني يعني واو هذا اللي مره ما شي شراته. اكلهم غاوي، يعني اني اروم اعذر في اكلهم، ما اروم شرب خيبه، فنان وحامز ورقم واحد، غير ما من هذا اللي ما شي شراته. يعني مثلا هاترومتي يعني في السنه وديتين لو ثلاث وديات، هبشرات المطعم اللي من غير يعني ترومتيين كل اسبوعين ثلاثه. تعرفون هاك في ياسي خدم الحين يخدم قهوه جريكيه، جريك كوفي يسمونه جريك كوفي، مضرب بالوصوف عاده بنير. هاي ابوي الجريك كوفي، غريبة عجيبة. زين يبون عادة اليونانيين منبولهم مذهبهم، بدال فردة سحة يبون لك حبة تينة صغيرونه.